أنا اللي بعرفه إنه لا، لم يتنازل عن سلامة نفرنجية، وقال إنه هذا الكلام إذا فسر إنه التنازل غير صحيح، هو تحدث عن رئيس توافقي، وأكثر من هيك قال إنه مين قال إنه سلامة نفرنجية منه توافقي، بكي صار في توافق عليه. مسكت عن 86 طيب. صوت، يعني هل أنا هيدي النقطة الأخيرة ممكن يحصل على 86 صوت؟ هيدي النقطة اللي بدي أقولها أنا. تحليلي ومعلوماتي بنفس الوقت، أنا ما بعرف، ما شفت الرئيس بري بالوقت القريب، بس أنا اللي بعرفه عنه إنه هيدي المرحلة اليوم هي مرحلة كتير حساسة، الحرب الإسرائيلية علينا، الأزمة الداخلية، لا يجوز أن نبقى فيها بحالة خلافات وتباينات وفراغ بالمؤسسات. نعم. فبالتالي مفروض رص الصفوف الوطنية بكل اتجاه، وهو بالأساس أنا اللي بعرف عنه كان ينادي، حتى عندما ما مضى بالحوار يلي أستاذ وضاح عم يحكي عنه أنه سمعناه ولكن لم يمضي به، لأنه وقتها من موقف فريق أساسي من اللبنانيين قال ماني رايح على الحوار، وقت القوات اللبنانية، قوات اللبنانية والرئيس بري معروف عنه والمعارضة ووضح الصوت وزملائه. نعم. والمعروف عنه أنه ما بيحب يعني يعزل فريق أو ما يمشي بطرح وطني إذا ما كان كل الأفرقاء الوطن ماشيين معه. وبالتالي هلأ بدي أقوله أنا هلأ اليوم في حاجة للملمة أزمة البلد. أوكي. بحاجة لوحدة الموقف اللبناني. اليوم موضوع النزوح يلي صار عنا قدم لنا نموذج عم بصير رغم الأزمات اليوم عم بتصير وبعض التباينات هيك، بس اليوم الاحتضان اللبناني لبعضهم البعض يقتضي من كل السياسيين دون استثناء، من المعارضة، من الموالاة، طيب، من المجتمع المدني، من الثنائي، من الأحزاب من الكل، يروحوا على مرشح توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية. هلأ يلي عرفته كمان من الاجتماعات اللي عملها الرئيس بري انه ناطر من المعارضين يلي التقاهن يقدموا له اسم انه نحن اتفقنا، بركي بيصير في اتفاق عليه دغري يروح على جلسه يعملوا انتخاب، بمعنى اذا قدموا له اسم هلا متوافق عليه او مش ضروري متوافق عليه، انه المعارضه انه عندها هذا الاسم والله منيح او هالاسمين، هو اذا عنده حلفاء بيقنعهم يلا نروح ننتخب هذا الرئيس اذا منيح، وبنفس الوقت هو قال له مرشحنا بعده موجود اذا بتمشوا فيه، فنحن بعمليه خلينا نقول استعداد لانتخاب رئيس. ممكن هذا الشيء، هذا الشيء اللي عم بتقوله يقروا المعارضه على انه فخ، هلا بنشوف وضح شو رايه بهذا الموضوع، بس خليك معي يعني خلينا ناخذ الامور اوقات بني. طيب البلد اليوم أوكي. بحاله ازمه وجوديه أوكي. يقتضي اليوم انه الكل يفهم بنيه طيبه على الكل. الرئيس بري برايك وبحسب معلوماتك، وانا بعرف انك بتعرف، لا مش دائما، تفضلي، على قد ما في معلومات، نعم، هل اليوم هو يتواصل مع حزب الله في هذا الموضوع، في هذه المبادرة اللي عم بيقوم فيها؟ أنا سمعت الكلام، لأنه في كلام أنه اليوم حزب الله لا يتواصل مع الرئيس بري. أنا بعرف أنه كل الأمور الاستراتيجية قبل اغتيال السيد نصر الله كان موافق عليها 100%، حتى بالمواضيع اللي علاقة بالجنوب وغيره. اليوم أنا سمعت من نائب حسن فضل الله على الجديد، هو قال أنه نحن رئيس بري بيمثلنا بهذا الإطار. بعتقد أنا أنه نعم التواصل موجود، واليوم أي طرح وطني لا أظن بهذه اللحظة وبهذا الظرف حزب الله ونوابه ما بيمشوا فيه، أي طرح وطني متوافق عليه نعم. سيجد نواب كتلة الوفاء للمقاومة أنفسهم خلف الطرح الوطني، ما بيقدروا يكونوا مشاكسين له خصوصا بهذا الظرف.